ربنا من رحمته بينا فتح لنا باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين، حالتين بس اللي يغلق فيهم باب التوبة. إذا وصلت الروح الحلقوم خلاص في اللحظة ديت، خلاص هو شايف الحقائق قدامه، وصلت الروح الحلقوم معنى كده أنه شايف ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وخلاص إيه الحقائق قدامه، الأمور الغيبية أصبحت الآن أمور مشاهدة، خلاص أصبحت كده إيه شايفها قدام عينيه، فما ينفعش يؤمن في اللحظة دي، خلاص مرحلة الإيمان عدت. يبقى إذا بلغت الروح الحلقوم دي المرحلة الأولى التي لا يقبل فيها توبة. والمرحلة الثانية حين تطلع الشمس من مغربها، معروف أن الشمس بتطلع من المشرق وتغرب من المغرب، في آخر الزمان تغير هذه الآية الكونية، وبدل ما تطلع الشمس من المشرق تطلع من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى 10، فدي علامة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. لو طلعت شمس من المغرب في اللحظة ديت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني لو واحد إيمانه بدرجة معينة وعايز يزود ما ينفعش يزود، لو واحد كان كافر وعايز يسلم لا يقبل منه إسلام، ده في اللحظة دي. وأما ما سوى ذلك فباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا قال جميعا لسبب، لأن في آية أخرى قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما هي الآن جميعا ليه؟ قال لك لأن ممكن يجي واحد مذنب فيروح لواحد عابد ما يكونش عنده علم فيقول له أنا عملت ذنب كذا، هل له توبة؟ هل لي من توبة من هذا الذنب؟ فممكن هذا العابد لأنه مش عارف فممكن يقول له لا، ده الذنب ده بالذات ملوش مغفرة، خلاص ده أنت كده خلاص ضعت، فيأسوا من رحمة ربنا. مع أن حتى الشرك يعني ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده عشان يقبح أمر الشرك في قلوبنا، إن محدش فينا يقع في أي أمور شركية سواء من الشرك الأصغر أو الأكبر. ومعلوم أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكن الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة. فالمولى عز وجل رغم أنه ذكر هذا إلا أنه في آية أخرى قال جل وعلا عن الشرك برضو نفسه، قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إيه سنة الأولين؟ المولى عز وجل بيقول قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم الكفار دول الكفار قريش، قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني ينتهوا عن الكفر وعن الإلحاد وعن الشرك بالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف، هغفر لهم كل ذنوبهم ويبدأ صفحة جديدة بيضة خالص ما فيهاش ولا ذنب. وإن يعودوا هيعودوا بقى للكفر وهيستمروا عليه ومش عايزين، فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الأولين في إهلاك القوم الذين أصروا على كفرهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لأن النبي وضح كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال إن الله لا يملي للكافر، ربنا لا يعجل سبحانه وتعالى، الله لا يعجل لعجلة أحدكم. أنت بتشوف مثلا إنسان كافر وعمال يأذي في الناس ويمين وشمال ويخبط فيهم ويعمل، فربنا سبحانه وتعالى لا يعجل لا يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وإنما يصبر ويمهله لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يتحلل من المظالم، لعله 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 في الآخر خالص لما الإنسان ده خلاص رافض كل يعني أسباب النجاة اللي ربنا فتحها له، فربنا يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين إن احنا نستحضر المعنى ده، ربنا فتح لنا باب التوبة طب ليه ما بنتوبش، ربنا فتح لنا باب الأمل طب ليه ما يكونش عندنا رجاء وحسن ظن بالله، ربنا فتح لنا حاجات كتيرة جدا. اقعد بص لما يكون في إيدك كوب زي دوت كده رجاء الله يبارك في عمرك ما تبصش للنص الفاضي، بص للنص المليان كده أحسن الظن بالله. بدل ما الإنسان تيجي تسأله أخبارك إيه وعامل إيه، فبدل ما يقعد يشتكي لك ويقول لك ده أنا عندي كذا وعندي كذا ومريض ومش عارف إيه، طب احكي لي النعم اللي ربنا اداها لك يا أخي. كفاية نعمة الإسلام، كفاية نعمة العقل إن أنت ما تكونش إنسان مجنون وماشي في الشارع الأولاد بيحدفوك بالطوب، كفاية نعمة البصر وإن أنت مش محتاج حد يقودك لحد حتى الحمام أعزك الله.
فهي نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك بنعمة الايمان والتوحيد، وان انت تكون من اهل السنة، وان انت تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وان انت ربنا يرزقك نعمة الالتزام والصلاة والعبادة، وان انت ربنا يرزقك نعمة بر الوالدين، وان انت ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا رزقك الصبر عند اي بلاء، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، لان ربنا قال عن اهل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.